اليوم سعدت بمشاركتي في الماستر كلاس هذا اللي يتعمل في القروين تحت إشراف الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة. الحقيقة إنيشيتيف حلوة برشا ومهمة برشا للبريستاسيون دو سوان في تونس للبوبولاسيون تاعنا، على خاطر كما تعرفوا السيستم دو سانتي مبني على البروميير ليني، وأحنا في طب الكلى نشوفوا برشا أمراض مزمنة اللي هي أمراض صامتة يلزم تقصيها مبكر وتقصي الأسباب متاعها، وهذا من دور الميديسين دو بروميير ليني. نكتشفوا جميع العدد الأكبر، ما نقولش جميع الحالات، ونكتشفوهم في مرحلة أولى، وطبيب العائلة وقت ينجم يكتشفها ويعمل الكوندويت الصحيحة من الأول ويوجه للطب الاختصاص وقت الضرورة، وبصفة معناتها نتعاونوا مع بعضنا باش نحسنوا من الرعاية في أمراض الكلى في مجتمعنا. كونغري معناتها هو في الإطار هذايا، في إطار سكون أبيل التكوين المستمر، معناتها بعد اللي هو من واجبنا احنا كأساتذة جامعيين، من واجب الجمعيات العلمية كما الجمعية هذه، وما كنا الناس الكل باش نطوروا من الميديسين في تونس. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة FM.